كلينيك صوت لبنان بنحييكم مشاهدينا ومستمعينا وين ما كنتوا عم بتابعونا. رح نحكي اليوم عن العلاج الزوجي او كابلز ثيرابي. شو هو العلاج الزوجي؟ هل هو مثل ما هيك عنوانا الخرطوشه الاخيره قبل الانفصال او الطلاق؟ اليوم بنحكي بالامور النفسيه وبهالعلاج الزوجي مع الدكتور مرام الحكيم، طبيب وعالم نفسي عيادي. اهلا وسهلا فيك دكتور مرام. يعطيك العافيه. شو المقصود بالعلاج الزوجي؟ شو يعني؟ زوجي أو ثنائي. بس يكون في عنا شريكين وفي مشاكل بيناتهم من أي نوع من أنواع ومش عم تنحل داخليا بين بعضهم، والعيال وتعرفي متفرعاتهم البيعة والجارة بس ما بتنحل، أو يصير فيها عنف أو يصير فيها يعني حدود الانفصال، أو ما دو يكون على الآخر خرطوش، لا فيها تكون بداية المشاكل ومن أول طريق نتداركها لحتى ما تكمل ما ضل مكمل مشاكل. بس إجمالا يعني بالغرب منشوف كتير إنه هيدي الفكرة بعدها يعني واردة أكتر، بيتقبلها المجتمع أكتر. قديش نحن هون بيتقبلوها الشريكين؟ ليكي بالنسبة لمجتمعنا الرجل شوي يعني بتلكى كتير وبتأخر ليقبلها. الستات إذا واصلين لدرب مسدودة بالعلاقة بتقبلوا الفكرة، بيقول لك إيه ليش لا نجيبه من بلكي الحكيم بيفهموا شو عم بيصير أو كذا. بس في عنا حالات، بس إجمالا مقارنة مع بلاد برا يلي فكرة العلاج إن كان للأطفال إن كان للكبار للرجال للنساء للكابلز للفاميلي للعائلة كله مقبول، لأنه بيقول لك نتفادى المشكلة من أولها. يعني هو توفير على العواطف وتوفير مادي كمان. بس ليش الرجل ما بيتقبل ببلادنا هون؟ يعني بعدها فكرة الرجولية، هو بيعرف شو بده يعمل وما حدا بيعلمه شو بيعمل مع مرته وإلى آخره من الأفكار يعني اللي هي منه منطقية. لأنه مين ما كنت تكون فيها يكون في مشكلة بالتفاهم، فيها يكون مشكلة بالعقلية، فيها يكون مشكلة حديثة صارت مثلا واحد منهم مرض بطل يقدر ربي التاني بالبيت أو بالعلاقة الزوجية أو بشغل البيت أو بالتربية، إنه أشياء بتصير. مثلا يمكن المرأة صار معها ديبريشن بعد الاكتئاب بعد الحبل، صار معها اكتئاب ما بعد الحبل، ما فيها تلبي بالبيت. يعني هذا كله إذا الرجل ما عم يتفهم وفايس بيرسا. يعني إذا الرجل صار عنده مشكلة مادية بطل فيه يركز على وضع البيت، بطل يهتم لمرته وكذا، كمان هي بدها تفهمه. مجال المشاكل كتير كبير، يعني شخص واحد ومش خالصين، كيف إذا شخصين بيكون مجال الخربطات بيناتهم موجود ومفتوح. يا بيتفهموا بين بعضهم وعندهم هالقدرة، طبيعة الشخصيات الاثنين الشخصيتين متفاهمين مع بعض قادرين ياخذوا يعطوا، في فلكسبيليتي يعني مرونه بالتعامل، او ما في. فاذا وصلوا لدرب مسدود ان كان بمجال ماديات ان كان مجال مشاعر ان كان مجال تفكير المنطق كيف التربيه كيف كذا كيف كذا ان كان مجال الجنسي كلياته في امكانيه يصير في سوء تفاهم ما ينحل داخليا بين بعضهم، هون مستعين بحدا. طيب قلت انه يعني في وضع انت عم تقول انه من البداية لازم يكون في علاج نفسي اول ما تبلش هالمشاكل. صحيح. اذا ما افضل الافضل اذا هني بين بعضهم محلوا، يعني ما في هالمرونة بالعلاقة او التفهم يلي بيخليهم يحلوها بظرف وقت زمني مقبول، يعني وما تكون عم تأثر عليهم أو أولاد على العائلة إلى آخره. طيب إذا تفاقمت هيدي المشاكل سنوات 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 وما عم تنحل، تنحل بالعلاج النفسي ممكن تنحل، يعني بتقول better late than never، يعني بضل أحسن من أنه تنترك تتفاقم توصل إما لعنف أو طلاق أو شيء من هالنوع. طيب اليوم بدي أحكي عن واقع وأنت شو عم تلمس بالعيادتك دكتور مرام الحكيم. ليش اليوم بيجوا الأزواج هيدي اذا بيجوا بنشوف اذا في طرف بيجي اكثر عم بيعاني، ليش اليوم بيجوا باي حالات بيجوا بدهم استشاره او بدهم علاج زوجي لاي اسباب؟ اكثر الاسباب بتتعلق باما شعور بعدم الاهتمام، هذا واحد، الشك بالخيانه، ايام بيكون في مشكله فعليه بالبيت من ناحيه تربيه الاولاد، حدا بيضرب او حدا بيعنف.
أيام بيكون في مشكلة حدا نفسية، بيضرب او بيعنف الاولاد الأولاد المرأة وتبع ايه يعني يلي هو، أو الأم تضرب الأولاد والبي ما بيقبل، بس ما بيكون بالبيت كل الوقت، كله يعني كل الكومبينيشن موجودة، مشاكل زوجية جنسية هذه كمان كتير بتعمل مشاكل، ما بيلحق هذا أكثر شيء ما بينحكى فيه، يعني المشاكل الجنسية الجنسية أقل شيء بنحكى فيه، بس مشاكل قضية الخيانة وما الخيانة بنحكى فيها، ليش؟ لأنه الخيانة بيقول لك عم أنا بشك فيه، بتطلع مثلا بكون قاعدين بالمطعم بتطلع ببنات، أوكي هلا هون في إمكانية خيانة وإمكانية ما في خيانة، المرأة ما عندها شعور بالثقة بنفسها، إذا تطلع ما بتحس عندها آه دليل يعني. ما عندها دليل، هي ايه يعني ما بيكون عندها دليل، بس يعني بالبيت تكون سمعته اللي ما بنسمعه، انه كيف بتطلع وشو مفكر حالك وكذا، وايام هي بتكون عم تخون هو يشاكك فيها، او هو يكون من نوع الكنترولينج كتير، بيشوف له تليفوناتها وين رايحه وين جاي، بيلحق ببعث حدا يلحقها، يعني اي شيء ممكن بس تفكري قلت فيه انه بيزيد هيدي عندك. الشك بالخيانة هي اكتر من انه المشاكل الزوجية، يعني بيروحوا لعند ما هذه العلاج. شو بيحكوا فيها اكثر، ايه ليش بيحكوا فيها اكتر مع لانه انه بس توصل الموضوع لك الجنسي اساسي بالعلاقة الموضوع بين الجنسي الزوجين؟ اساسي، هذا طرف من الموضوع الجنسي، قضيه الخيانه وما الخيانه، التكنيك الجنسي والتعامل الجنسي والعمليه الجنسيه هذا شوي تابو بمجتمعنا، يعني بفضلوا مثلا يروحوا عند حكيم النسوان او حكيم اليورولوج او شيء يسالوا فيه، ما بيجيبوا من ناحيه نفسيه، خصوصا بالكابلز بقت مع بعضهم، نوع من الاستحاء ايه، وهذا اساسه. هذا اذا كان في اي مشكلة جنسية بالعلاقة بيكون مشكلته نفسية. اكثر الاوقات ايه، احيانا جسديه، يعني اذا في نواقص بالهرمون، اذا الشخص مثلا خلوا الرجال مثلا اذا عنده سكري ضغط 70% منهم ما بيصير عندهم انتصاب، اذا ما في معلومات، يعني المرأة ما بتكون عارفه وهو ما بيكون عارف، او الحكمة اللي بتعامل معهم ما بينبهون على الشغلات، وكثير من الحكمة ما بينبهون، بيصير في هون انه ليش هو ما عم يلبيني، لا ما عم بيلبي، يمكن عنده سكري، عنده مشكلة يعني، او عنده ضغط او عنده هرمون انتوا نقص، بتوجهون خلال العلاج النفسي انه لا بدك تروح عند حكيم اول شيء عشان بنعمله بالعلاج النفسي ان كان للفرد او للكابلز نشوف انه عندهم امراض جسدية ونفسية، كل واحد لحال، يعني جيني كابل بيقول لي في مشكلة بيناتنا، بتسمع أول شيء اثنيناتهم، هاي أول جلسة، بعدين بشوف إذا حسيت إنه واحد منهم عنده مشكلة جسدية أو نفسية، هو بحد ذاته وهي بحد ذاتها، بنشوفهم كإنديفيدوال كفرد، بنحل لهم مشاكلهم، بنرجع بنجمعهم ككابل بنشوف شو بينا نوصل، لأن أيام بتكون المشكلة من شخص واحد إما نفسية أو جسدية، إذا جسدية أهين شيء إذا لها حل، لأنه أول شيء بتعمليها تشخيص، فحوصات دم، فحوصات وات ايفر، هرمون يلي هو عند الست، اذا في عندها مشاكل بالهرمونات، مشاكل بال حتى اذا عندها دايابيتس ما بتحس الى اخره، كله هذا يعني بنعمل له دراسه وبنعمل له حل طبي، اوكي؟ بعدين بنشوف يا بتنحل كليا بكون هاي القصه كلها، يا بيكون لا مش هاي القصه كلها، في بعد عامل يعني بالتعامل بالعلاقة. إذا رحنا على المشكلة، نحن يعني المشكلة منا طبية، في حال إنه تبين لكم إنه نفسية المشكلة منا طبية، ولكن الخلل بالعلاقة بين شريكين كانت نفسية، في اوكي. أنا بارزة عند أحد الطرفين. هلا هون في 3 احتمالات، الطرف ألف عنده مشكلة نفسية عم تأثر على العلاقة، هذا واحد، طرف بي عنده مشكلة نفسية عم تأثر على العلاقة، البوسيبيليتي الثالثة انه لا ولا واحد منه عنده مشكلة نفسية كمرض نفسي او حالة نفسية، بس هي العلاقة مش راكبة مزبوط، اما من ناحية الجاذبية الجنسية يمكن تكون ماتت هالشي، او من ناحية التفاهم، يعني فاتوا بعلاقة او تزوجوا او صاروا كابل بلا ما يتزوجوا صاحبوا وات ايفر بكير بلا ما يختبروا بعض على صعيد التعامل، يمكن كان في جاذبية جنسية قوية صاروا مع بعض بس ما اختبروا بعض بالتعامل، يمكن واحد منهم يطلع أناني، يمكن واحد منهم يطلع عصبي، يمكن يكون يطلع مثلا بخيل، مش بس الرجال عم بحكي على ايه عم نحكي ايه، اثنين ايه. سو لذلك ممكن ما يكون عندهم مرض اي واحد منهم نفسي او جسدي، بس بيكون التوائم، يعني شو الفت بيسميه، التلائم بالعلاقة ما في، مش ملايمين لبعض بس.
طيب وهذا العلاج النفسي للزوج بيقدر يحل هاي المشكلة؟ العلاج النفسي بيعمل له تشخيص، بيقول له بتأكد أول شيء إنه طرف ألف وطرف ب ما بهم شيء بحد ذاتهم، العلاقة فيها شيء، يا بتصلح هالشيء بالعلاج النفسي يا ما بتصلح. يعني إذا الشيء بمس الشخصية الأساسية والشخصية الأساسية منا مرضية، أنا ما حغير الشخصية الأساسية، بس أنا فيني أعمله بقول له إذا أنت بتحب هالمرة وأنت يا مرة بتحبي هذا الرجال، هالمواضيع التالية بحطوا ليستا فيهم، بطلب منه يكتبوا ليستا، مثلا ما بنختلف على المصروف، بنختلف على الظهرة، بنختلف على مين بيجلي وتبر. دكتور هون المشكلة إذا كان في مشكلة أساسة، المشاكل الشريكين علاقة بين اثنين الجنسية، هل هالشي بيسبب مشاكل تانية؟ يعني إذا كانت هون ما في تناغم بهالعلاقة، معقول يصير في مشاكل تانية؟ يعني بطل الشخص الآخر يتفاهم معه، بتصير تركب تتعمر مشاكل تانية من وراء هيدا السبب، بصير في شيء اسمه ريزنتمنت، يعني نوع من الحقد او الغضب. هذا الغضب بيطلع باي مجال، يعني على فكره هي مش بس المجال الجنسي بياثر على بقيه المجالات. لنقول هو بخيل وما بيصرف عليها، ممكن هي تقلب تصير تنتقم منه جنسيا، عرفتي كيف؟ باي يعني معنى، يعني بمعنى تحرمه مثلا قصاص، يعني قصاص. فأنت عم تقولي أنه بس جنسياً بيأثر على بقية المجال، لا هو كله كمان بالاتجاهين. سو إذا مثلاً هو بيأسيها بالحكي، إذا هو عصبي يمكن تبين بمجال الجنسي، يمكن تبين مجال الطبخ ما بطل تطبخ له. والعكس صح، كل شيء بقوله اليوم العكس صحيح كمان، يعني بنطبق على الرجال وعلى المرأة. نعم. وإذا كان في صعوبة بالمجال الجنسي واحد منهم مش مبسوط، ممكن هيدي تعكس بمحل تاني بالمعاملة، بطل تسمع له، بطل إجلاته، بتطلع بغيره، أو عرفتي كيف؟ يعني محل ما في عدم رضا ممكن يخلي في رد فعل بمجال تاني من العلاقة، وممكن لا يكون محصور بمجال الجنسي. نعم. دكتور يعني أوقات كتير كتير بتسمع أكيد عن بالعياتك أنه في طرف من الطرفين مثل ما قلنا أنه في عنده، أنا إذا فينا نسميها غرائزية، أنه بالعلاقة أنا وبس، يعني لا ما بيهتم بمشاعر الشريك الآخر. في كتير هون كيف بحل؟ بدنا نعتبر أنه سببه أما جهل أو عدم اكتراف. كيف يعني جهل؟ ما بيعرف ما بتعرف بالمعنى شو؟ في شو جهل؟ في رجال ما بتعرف أنه مثلا الست بدها بالقصدك بالمعلومات الأساسية الأناتومي الميديكال. في جهل، في نسوان. طب وإذا جيت أنت كطبيب قلت له لهالرجل أو للمرأة يا بتجاوب يا لا؟ طيب إذا في حال أحد طرفين ما تجاوب، هيدا مؤشر على شو؟ إنه ما في بقى حب بيناتهم، إنه ما في تناغم، إنه ما راح يصلح الخطأ، شو؟ إذا الشخص، خلينا ناخذ مثلا إكزامبل، مرة مش مبسوطة أو الرجال مش مبسوط، خلينا نقول المرة مش مبسوطة، أكثر الحالات مرة مش مبسوطة سمبلي الرجال ما بيعرف قسم منهم، ما بيعرفوا أو لا يكترثوا، هلا بفوت بكل حالة لا يكترثون، يكترثون إنه المرة بدها وقت أكثر لتوصل للنشوة الجنسية. هلا خلينا ناخذ ما بيعرف، هذا جهل، بنعلمه، بنقول له روح اقرا، اول شيء بنحكيه بنفسر له انت بدك هالقد وقت، هي بدها هالقد وقت، بدك تنتبه اذا بهمك امرها، من ناحيه انسانيه، من ناحيه صداقه، من ناحيه حب، اذا بهمك امرها اهتم فيها كمان، هذا بابسط اشكاله. اذا هالشيء فهمه عقلانيا وما طبقه، هون بدنا نسال ليش؟ معقول يكون في مرض نفسي يعني خلفه او شو بتروح على شو التشخيص؟ لا بيكون في انانيه، مرض نفسي من نوع الانانيه مثلا. أنانية المفرطة بيكون ممكن عنده نرجسية أو غيرها، مش عم بجزم، عم بعطي إكزامبلات، في كتير حالات. في كتير حالات ممكن يكون عنده، ممكن هو كتير ما بعرف مشغول بشغله، كتير مهموم كتير، بس بده يخلص ويمشي. يعني في كتير سيناريوهات. نعم. هون كيف أنتوا بتعالشوا؟ هون بدنا نعمل تشخيص ليش هو ما عم يتجاوب. إذا هو فهم الفكرة الأساسية أنه مرته بدها غنج أكتر شوي، بدها كذا أكتر، بدها وقت أكتر، إتسترا، إذا بالرغم من هيك ما تجاوب، بدنا نشوف ليش هو أناني، هو مشغول باله، ولا هو ما فرقني معه. إذا ما فرقني معه، هون بنجيبه نجمعهم كذا وجين أو كابل وتبر،
وبنحكي بالموضوع علنيا، بقول له شو بتقول لها اذا هي طلبت منك، بتشرح يعني بتشرح الواقع ليش الطرف الاخر مزعوج بهالعلاقه، او بخليهم هم يشرحوا لبعض. نعم. يعني قعدوا اثنيناتهم قدام بعض، بقول لها من شو عم تتشكي انت؟ بتقول لي مثلا انا ما بيعطيني وقت كفايه. بساله حضرتك مستعد اذا قال لي ايه ولا ومدري شو، بقول له فسر لها بليز شو موقفك، حابب بعد شهر تكون انت درست وضعك وتقرر مثلا، خلي نشوف يعني شو بيجاوب. في فينا نوصل لباب مسكر، بدي يقول للناس انه مش كل القصص نهايتها حلوه، فينا نوصل لباب مسكر. يعني اذا احد الطرفين اما غير قادر او رافض يتجاوب لاي سبب من الاسباب، هون الطرف الثاني بده يفكر بالبلان بي وبلان سي، يعني بده يفكروا بشو ممكن يعملوه. يعني عم نقوله انه مش كل الحالات التي تسبب انواع من الشجار والمشاكل بتتعالج او بتنحل بالعلاج الزوجي. لا، هل عم تقول لا، في بعض الحالات بتكون العلاقه ميته اوريدي، بعد تايم يجوا لعندي بيكون اوريدي واحد منهم انطفى الباشن، يمكن بيعزوا بعض، بيحترموا بعض، بيصيروا مثل اخوه، عرفت كيف؟ في بيجمعهم مثلا اهتمام بالولاد، بيجمعهم البيت، ماديات بتجمعهم، بس الشق الجنسي بيكون انطفى عنده او عنده، ما بعرف، عرفت كيف؟ عند احد الشريكين، احد الشريكين هون هن بدهم يقرروا كملوا هيك ولا لا، لانه بيكون يعني حياتهم ناقصه بالنسبه للموضوع الجنسي. هلا في عنا حالات لا اكثر الحالات بتتصلح، فيها تكفي معظم، يعني فيها تكفي حالات بدون هالرابط، بيكون مثل روميت. يعني كيف الاوقات كثير بتسمع انه سيدات انه انا بتحمل العنف اللي عم بيمارسوا علي زوج، بس ما يترك او بس لا كرمال الاولاد او كرمال الاولاد او ما بترق، ايه شو هون بدك تشوفي اذا المره مثلا، هل عم ناخذ يعني طرف المره، إذا المرأة مظلومة إن كان جنسيا ولا بالضرب ولا بالماديات أو whatever، بس مربوطة بولد صغير أو أولاد صغار، بدها تشوف شو عندها أوبشن. إذا عندها قدرة مثلا تو أهلها، بدها حدا يربي لها الأولاد، كيف المحكمة بتحكم حسب الدين والطائفة، بس إذا عندها أوبشن تطلع من هالعلاقة، خصوصا إذا وصلت لباب مسدود إنه العلاقة فاتوا شافوا معالج فاش whatever ولا واصلة لباب مسدود، بدها تشوف شو فيها تعمل، او تنطر سنتين لحتى الولد الصغير فيهم يكبر شوي ويتحمل هال، يعني انت يعني انتم كمعالجين يعني انتم بتحطوا هالشريكين قدام امر واقع، انت ليش مزعوج وانت ليش مزعوجه، بدنا نشخص بعد التشخيص وهن بدهم ياخذوا قرار. يعني بنقول نحن شو فينا نعمل، يعني يا بده يساعد الطرف العلاقه يا انه هو مش فارقه معه. هل بصير اذا اتضح بشكل واضح وقاطع انه مش فارقه معه والسبب منه مرضي، هو هيك ما بده، مش انه مثلا مكتئب غير قادر، في يكون رجال مكتئب غير قادر، لا عنده اهتمام بالجنس، ما عم نحكي على الجنس، ما عنده اهتمام بالجنس حاليا اصلا، ما منه قادر لانه مكتئب، او عم بياخذ دواء للاكتئاب بيعمل كمان بيأثر هرمونيا بيطفي جنسيا، يعني في كتير سيناريوهات. نعم. هذا قابل للتغيير، هذا يعني ممكن يتحسن، بتعمل علاج نفسي، بتطلعين من الدواء، بحط دواء بديل، بتشقلبي من الأدوية، بنحل هذا. نعم. طيب إذا بدنا نروح لحالات تانية وأسباب تانية اللي هي العنف، إذا كان أحد الشريكين بيعنف الآخر، هون بالعلاج الزوجي كيف بتكون تحل؟ بالعلاج الزوجي وحدة مثلا لنقول الرجال عم بيعنف، على فكرة النسوان كمان بيعنفوا، لا قلت الشريكين لأنه في بس أكتر رجال لأنه عنده قدرة جسدية يعرفوا أكتر. نقول الرجال بيعنف وهي خايفة تتركه، أما لأنه عنده أولاد، أو مع الأسف مجتمعنا أسف شديد وخجل كمان، الأهل ما بيدعموها بالانفصال، أهلها مش بس بالانفصال ولا بيدافعوا عنها، يعني بتهرب عن بيت أهلها تلتجئ عندهم، رجعي عند جوزك بكسر لك جريكي، هيك عم بتشوف هيك حالات. نعم عم بشوف هيك حالات مع طيب هاي مشكلة العنف إذا كان موجود بين شريكين، أوكي. كيف العلاج بده يحله؟ بدنا نجيب الرجال إذا كان هو العنيف ونشخص ليش عنيف، بيشرب بيسكر بياخد كوكايين ولا مريض نفسياً ولا عنده ضغط شي محل عم فش خلقه بالبيت، whatever it is،
إذا هالشغلة ريفرسبل بتتصلح بإيدينا بنصلحها، ساعتها بنرده على البيت ونجيبها هي، بنعمل عليها الزوجة إنه شو في مجال كذا، هلأ جربوا بدك نصيحة هون. الشريك اللي بيعنف عنده مجال يتصلح؟ اي عنده مجال يتصلح، لانه اذا كيف؟ هو عم بيعنف بسبب عم ياخذ مثلا ممنوعات، اذا هو عم بيعنف بسبب ضغط نفسي من شغله من اهله من مدري مين، هذا كله بيتصلح لان اسباب نفسية، مش نوعية الشخصية المستعصية وكذا. حتى اذا عنده اضطراب شخصية فينا نساعده، بس إذا عنده بعض الشخصية، عنده مثلا نقول هو نرجسي على التقيل، في نرجسي درجات، إذا هو نرجسي على التقيل، إذا هو سايكوباثي هو يعني كمان هذا اضطراب شخصية. الشخصية الحدية لا لا، شو؟ سايكوباثي هو الشخصية الإجرامية. لا بالعكس، الحدية بتتعالج. بتتعالج أكيد. بس نرجسية شديدة أو سايكوباثية قريبين على بعضهم، هذا ما بتعالج. اوكي، بس اي شيء تاني بتعالج، حتى اللي عنده ذهان عم بيهلوس كذا، بيجي اصوات بيقولوا له هي مرتك الشيطان اضربها، هذا كله بتعالج بالدواء. في طيب، في اي في في امور يمكن ابسط من هيك باكثر، انه نحن كل ما اذا على البونجور بنتخانق لنقول بيكون في بما معناها، يعني بيكون مش انه في بيكون في مصمدين نرفزات من بعض، يعني بيكون مثلا جمعة الماضي صار شيء، هو سكت بلع وهي سكتت بلعته، بس يتفاقم هالشيء بيصير ما بتحملوا بعض. طيب ليش بتوصل علاقة بعد سنوات انه نوصل لمرحلة انه خلص مش قادرين نتفاهم، مش قادرين نحكي، الحوار ما فيه الا بالصريخ هذا ولا مع هيك الاسف. ايه مع شو؟ الاسف ليش؟ بيكون انه من اول الطريق، ما من اول الطريق واحد منهم عم يكبت او اثنيناتهم عم يكبتوا، يعني يكون صاير في خلافات بس ما بده شو بيقولوا يفتح باب عليه، سو بيكبتهم جوا. هذا شو بيصير في جوا؟ بجمع بصير بيوصل مرحلة ما بقى يحمل، يمكن هالمرحلة يكون أشهر أو سنين. لذلك بنقول بس يصير في مشكلة دغري حيحكوا مع الطرف الثاني، ما في تجاوب استنجدوا بحدا، حدا بالعائلة، ما في حدا بتجوا لعنا. عرفتي كيف؟ نعم. لأنه إذا بتلقطوهم بكير هالشغل، نلقطهم بكير يمكن تنحل بسهولة، تكون شغلة بسيطة، بس كل مرة بنطنش ما بدنا نزعله ما بدنا هذا، وبنتحمل بنتحمل بنتحمل، بنوصل لمرحلة بعد أشهر أو سنين إنه ما بنتحمل، بصير رد فعل شوي قوية عنا، والطرف الثاني بيشوف انه نحن عم ننفعل بيرجع هو بينفعل، بتكبر القصه. طيب الشريك يلي كمان بيشوف دائما عيوب شريكه الاخر، يعني انه انت عصبي، انت بلوم بي بي ايه يعني على طول بيطلع في ايه، انتقادات. ايه اوكي، يمكن هذا الشريك بيكون هو عنده مشكله نفسيه بتربيته بشكل انه ما بيشوف الا العاطل، او ممكن يكون تغير، ممكن يكون اول علاقه ما بشوف الا الحلو، بعدين شوي شوي بتغير بصير يقول انت هيك وانت هيك وكذا. هون بيكون في شيء مضايقه، بيكون في شيء مضايقه بالتعامل، بتعامل الشريك الاخر معه مزبوط، وخفي ما عم بيحكي خفي، او بيكون هو طبيعه شخصيته مرضيه من هالنوع، من نوع اللي بينتقد غيره، بحط اللوم على غيره، هو ما بيحمل مسؤوليه اغلاطه، ما بيقول سوري. على فكرة الاعتذار كتير مهم بالعلاقات، اعتذار بحل مشكل إذا من القلب، إذا اعتذار صوري ما بحس، ما بتحسي فيه. سو لا، ممكن يكون هو عنده مشكلة نفسية، أو ممكن يكون إنه لا ما مش عم يتعامل بطريقة مزبوطة، بتتصلح هيدي بسهولة. طيب إذا بدنا نحكي هيك بمسار كابلز ثيرابي، شخصين مش عم يقدروا يتفاهموا، عندهم مشاكل بالعلاقة الجنسية، عندهم مشاكل بالتفاهم، ما في نقاط مشتركة بيناتهم، وراحوا عند، يعني قلت إنه كل شخص على حدة بتشوفوه، أول مرحلة نشوف اثنيناتهم، نتسمع للطرفين، أنت شو عندك كومبلينتس، شكاوى ضد الفريق الثاني، شو عندك انت شكاوى ضده؟ طب اذا شخص كان فعلا شخص واحد منهم عنده حق باللي عم بيقوله كل شيء عن الشخص الاخر، يعني ما بيتقبل يمكن الشريك الاخر انه يكون بيقول لك انه انت هالقد انا عاطل هيك بين هلالين، بنفسر له انه ما قدر يتعاطل، ولا اذا بدك او بدك العلاقه تمشي بشكل سلس وبطل فيها الصعوبات بيناتكم،
لازم تستمع للشريك الثاني وانت لازم تستمع للشريك الثاني. يعني المينيموم اذا انتم جايين تتحكموا وحابين تكملوا العلاقه وما تخسروها، اقل شيء بتعملوه انه تسمعوا شو الشكوى. بلكي شغله بتنحل، بلكي شغله انتم قابلينها، بلكي شغله كنتوا جاهلينها. اذا شيء انتم جاهلينه، مثلا شيء بتعلق، مثلا يمكن بتعلق بشيء سخيف، ريحه التم، ريحه البقر، انه شيء ايام بتعمل ايه بتعمل قصص يعني او شيء جنسي، لانه ما بيحكوا عنا. يمكن حتى اوقات كثير بنشوف بين الشريكين في بيكون في هيك قصص منن صريحين مع بعضهم فيها، يلي بتتعلق يمكن بالنظافة الشخصية، بتتعلق بالعلاقة الجنسية، ما بيحكوا، بيستحوا ايه، بتفاجأ انه بيستحوا حتى من بعضهم تحت سقف واحد 100% يحكوا فيها 100%. هذه الشغلات بسيطة بتحل مشكل يعني. نحن عنا مثل طيف من الاشياء، من البسيط السخيف بنعتبره سخيف بس بنحل بخمس دقايق، للاشياء المستعصية بتنتهي بانفصال او طلاق. شرط انه يكون في صراحة كمان، بس صراحة وليونة من قبل اثنين انه رح يحلوا المشكلة. اذا في رغبة وفي حب، اذا في رغبة باكمال العلاقة او في حب، معظم المشاكل بتنحل، معظم بتنحل. هلا بيعني انه في حال يعني المشاكل كانت والطرف الاخر ما مرضي ابدا يحلها، وانه انت اصطفلي او انت اصطفل، انا هيك ما بتغير. اذا بعد ما نعمل لهم تثقيف ايه؟ بالاشياء اللي صايره، وبيتسمع على الطرف الثاني قديش هي مقهوره، يمكن حتكتئب، يمكن عم تفكر تتركه وتشوف غيره، يعني ما حسب الحال. اذا بالرغم من كل هيك ما فرق يعني معه او معها، معناته وصلنا على حيط مسدود. منيح هلا عرفوا، مش بعد خمس سنين تانيين قاعدين يخفوا على بعض أو يعملوا علاقات برانية، عرفت كيف؟ هل الجلسات المشتركة بتوصل ل أول شيء قداش تاخد وقت؟ جلسة جلسة، نحن هذا بروتوكول يعني ساعة ساعة وخمس دقايق، في ناس بيعطوا 40 دقيقة. لا يعني مش مدتها بس يعني على المدى حسب تجاوب هذا. مثل الجلسات الاندفجوال بيجي المريض قديه بتطول، ما بعرف، انت بتتجاوب، بتطلع مشاعرك، بتفوت لجوا، بتكبت، ما بعرف. هني كمان بما انه كابلز بدنا نشوف كل واحد قدرته يتجاوب ولا لا، قديش بده وقت ليتقبل انه الطرف الثاني عنده شو بسموه تظلمات، مظالم، مظلم، عرفت كيف؟ وقديه مستعد يساعد، وقديه بيحب الطرف الثاني ومستعد ولو شوي يكبس على حاله بس يعني يلبي الطرف الثاني. هي بالنهايه علاقه، مش انه فتح حسابك. اوكي سو ما فيني قبل بوقت اعرف، حسب الحاله. في حالات بتنحل جلسه جلستين بيكون قضيه بسيطه، بتدخلوا حدا من العائله، الاولاد، حدا من العائله بهالجلسه اذا في حاجه. ليكي انت بندخلهم، بنقول عائله الرجال بتتدخل بالمره وما بتحبها مثلا وهو ما بيدافع عنه، بنفهمه انه هذا الوضع مش مقبول لان عائلتك عم تفلسف على مرتك كتير وهي ما عم تتحمل ومش واجباتها تتحمل، هذا بيتها، او مثلا هول ولادها هي بتربيهم، حضرتك بتربيهم مش امك. بنقول له هيك، يا بيتفهم يا بتفهم، عرفت كيف؟ هي بس وقفت على مدى تفهم الطريق الشريك، تفهم واخذ موقف اكيد، الموقف تصرف بتفاعل. لا في ناس ما بدها تفهم، في ناس حتى نقطة التفاهم ما بدهم، بيقول لك هو عائلتي وأنا كيف وما أدري شو كذا ونحن بالضيعة ونحن وعطول الحق على الشريك إنه لا إنه معلش أهلي يتدخلوا ما في مشكلة. بس أحيانا في هيك يعني. بس ما بيتقبل الأهل الشريك الآخر يتدخلوا، هو في إذا كنا عم نحكي رجل ومرأة، في أيام أم للبنت تتدخل خصوصا اذا هو مسافر او شيء، يعني في كثير سيناريوهات ما قبل، يعني هيدي بدها قوه اقناع لحتى يروحوا شريكين لعند المعالج النفسي. لا اذا العلاقه بتفرط وواحد من الشريكين حط اجره بالارض انه ما ماشي الحال هيك، بس بدك الشخص الثاني يروح معه. اذا ما راح ساعتها شريك نمبر 1 بده يفكر شو بده يعمل او شو بده تعمل. هل ممكن يتعالج شريك وحده؟ إذا المشكلة منه عنده مشكلة نفسية، يمكن ما تكون المشكلة منه، بس إذا ما في حل مع الشريك الثاني بصير يتقبل أكثر تصرفات الشريك الآخر معه. إذا تقبل ليك، إذا الشريك اللي عم تحكي عنه ما عنده مشكلة نفسية وهو الطرف السليم والطرف الثاني هو الطرف اللي عم بزيده أو مريض أو whatever، الطرف السليم
فينا نشوف إذا عم هي أو هو عم يتحمل زيادة عن الطبيعة. أنا ساعتها ما بدي أقويه ليتحمل أكتر، بدي أقويه ليفكر بالأوبشن تبعه. بس إذا الطرف هذا عم يتحمل ضمن المعقول وبيقدر شوي يتحمل أكتر، بساعده أو بساعدها بتتحمل، بنعطيهم أشياء بتخفف ستريس مش أدوية، تمارين أو كذا، مديتيشن، تأمل، شوية رياضة كذا، بتصير تتحمل أكتر. بس بالنهاية بدها تفكر شو بدي أعمل بالعلاقة. في ناس بيلجأوا لأدوية مهدئة. إلى متى؟ طيب أوكي، بنعطيهم دواء مهدئ والعلاقة ما بتتغير، يعني هي خلص شو تأثيراتها النفسية؟ شو تأثيراتها الجسدية هيدي والنفسية؟ الجسدية كلها لها سايد افكت. يعني اول ابسط شيء الادوية النفسية بتفتح الشهية، هي ما في مفر منها، ثلاث ارباع اذا مش كلها. ثاني شيء بتموت جنسيا، يعني بتخفف ضعف الرغبة الجنسية والاداء. اوكي، عند الرجل هي كارثة كبيرة، لان الاداء لازم يكون واضح، المرأة فيها تطنش، يعني مش انه مبسوطة بس انه ما حدا منتبه. طيب ثالث شيء يمكن النوم يتخربط، يعني بس بكفي اخذ الوزن، لانه بس تفتح الشهيه بصير كل واحد بده الثلاث ارباع على ثلاث الأدوية. ارباع اذا مش 90% بتفتح الشهيه. يعني اوقات بيصفوها على شهرين، في كتار بيروحوا اكثر من شهرين. هون عندك شهرين لتشتغل، اذا كان مضاد اكتئاب، مضاد اي فوبيا، مضاد انكزايتي، مضاد مدري شو، هول كلهم بدهم شهرين بس ليشتغلوا، وشهرين كونتينيوس. وهالفترة هيدي بيكون شيء انه اشتغلوا، اكيد من انه 6 اشهر او سنة، خصوصا اذا بدون علاج نفسي ما بيصير شيء يعني. فهدول الاشخاص يعني محكوم عليهم انه رح ياخذوا وزن. نسبة النجاح الجلسات المشتركة الكابلز ثيرابي قديش إذا بدك تحط لها نسبة؟ ما عندي رقم، لانه انا إيه. بلبنان بدي اجيب ستاتستكس، ما بعرف اذا حدا بيعمل ستاتستكس برا. حسب، في كتير مثلا معروف انه بعد سنتين من الزواج برا، مش هون، برا يمكن تقريبا نص الزواجات بتفرض بعد سنتين، بس هذه مش مع الكابلز ثيرابي، هذا مثل ما هي. اوكي، نسبة نجاح الكابلز ثيرابي ما عندي رقم، ما حكذب ما عندي رقم، بس من خبرة بقول لك ايه من انه عيادتك من انه عيادي تقريبا يمكن 70-80% بيمشي الحال، البقية اما ما بيكملوا او بيوصلوا لدرب مسدود، بس يمكن يضلوا بالعلاقة مكرهين. اما مثلا المرأة ما عندها ريكورس لحدا يساعدها، او عندها اولاد صغار، او ما عندها ماديات، ما بتشتغل، سو بالنهاية بتتحمل اشياء، ايام محمولة ايام مش محمولة، بس لا يصير عندها قدرة تطلع من يعني انت العلاقة. بتنصح دكتور مرام الحكيم انه الاشخاص يلي او الزوجين الشريكين يلي ما عم بيقدروا يتحاوروا ويتوصلوا لنقاط مشتركة وغابت عن يعني الحلول انه يروحوا على استشاري وبكير احسن، اي لانه هي ما بتصير تتفاقم، يعني بتصير مثل كرة الثلج، يعني كلمة تكبر منك كلمة مني، باي ذا تايم يوصلوا لعندي بعد كم سنة بيكون خلص عشافير الانفصال يعني. نعم دكتور مرام الحكيم طبيب وعالم نفسي عيادي، شكرا لك، أهلا وسهلا فيك دكتور يعطيك مرام. العافية. بشكر الأصدقاء المشاهدين والمستمعين اللي تابعونا بحلقة كلينيك.